بخير، مساء النور متابعات الغاليات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم قفيت ناس خفاف لمناسبة الصيف والأعراس. كما كتشوفوا في أول فيديو، كاين هذا القفطان هذا بالثوب ديال جوهرة، غير نصف طوق بالزواق ديالنا معناه مهبط بالتريسنات حتى لتحت في اللون ديال الأخضر، وفتيحات في الجناب كاين هذا الأصفر تاوايا بالمجدول ديالو، نفس الخياطة نفس الشكل، غير كيختلفوا اللوينات ديالو. كاين هذا الازرق، كاين عاوتاني هذا الموديل هذا في الاورانج كله بهذا الطرز كما كتشوفوا ناحيه الكمين، في يعني الفت ديالو كامل الا الخف ديالو. الفتحه كاينه في وسط جل القفطان، كاين هذا اللون الاسود كذلك في خياطه عاديه فتيحه سفيفه حتى لتحت، وفي الكميمات كما كتلاحظوا كاين حتى فيها التنبات. كاين عاوتاني هاد الثوب هذا ديال جوهره بالزواق ديال المعلم، كما تشوفوا الديتاي ديالو حتى هو فيه التنبات بالبرشمان خياطه حتى لتحت. بالنسبه لك عجبو هاد القفيطنات بحال هكا خفافين مناسبه الاعراس كما قلنا والصيف. الى بقيتوا معنا حتى لدابا ما تنساوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما جديد والحصري على القناه، وما تنساوناش بلي لايك باب تشجيع. فقط كما كتشوف هذا القفطان حتى هو بالتنباس في الناحيه ديال الكميم، وكاين حتى في الصدر كاينه فتحه في وسط القفطان هابط بالطريس بالطراس من الناحيه ديال الجناب وعقيدات حتى لتحت. كاين عاوتاني هذا الازرق، هذا ازرق تاو بالبيستاج بالخياطة ديال الطرز المسلول كما كتشوفوا الناحيه ديال الكوم، كاين حتى في الصدر كاين عاوتاني في هذا اللون هذا. الى عجبكم لا فيديو كما قلنا لكم ما تنساوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس. كاين عاوتاني هذا اللون هذا، هذا غير طرز يعني راه طرز فقط. كاين هذا الغوز بيبي خيط من موف